بسم الله الرحمن الرحيم. أول ليلة وترية، ليلة 21، بدأت الليالي الغالية على الله، بدأت الأيام اللي احنا منتظرينها اللي ممكن تغير مجرى حياتنا. عمرك كله كوم، والأيام دي كوم، والعشر أيام دي كوم. الأيام دي هي اللي ممكن تغير حياتك كلها. انت مدرك انت في أنهي أيام؟ انت في أحب أيام إلى الله في السنة؟ انت مدرك ان لو الليلة دي كانت ليلة القدر، الليلة دي ليلة 21، لو الليلة دي ليلة القدر، انت عارف ده معناه ايه؟ يتغفر كل ذنوبك اللي فاتت. الركعتين في الليلة دي تمحي لك كل ذنوبك اللي فاتت. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت متخيل الليلة دي معناها إيه؟ عتق رقبتك من النار، أنت من أهل الجنة لن تدخل النار. أنت متخيل لو الليلة دي ليلة القدر معناها إيه؟ دعائك اللي هتدعي بيه مستجاب، زي ما هنتفق النهاردة على دعاء إنك تدعي باسم الله الأعظم زي ما النبي علمنا. أنت متخيل لو الليلة القدر دي معناها إيه؟ معناها ثواب رضا من الله، كنوز من الحسنات. ليلة القدر خير من ألف شهر، مش للآخرة بس، ولدنيتك كمان. إن أنزلناه في ليلة مباركة. الليلة دي بركة عمرك كله، الليلة دي خير عمرك كله، الليلة دي جنتك دنيا وآخرة، الليلة دي سر نجاتك، الليلة دي هي اللي هتصنع الفارق في حياتك، الليلة دي هي اللي هتسعدك اللي باقي من عمرك. ركز قوي، ركز قوي، واجتهد قوي في العشرة أيام دول. إيه أحلى دخلة أدخل بيها لربنا؟ إيه أجمل طريقة أدخل بيها على ربنا؟ دخلة إنك عبد متذلل إلى الله. أرجوكوا شوفوا حلقة النهاردة بتاعت منازل الروح، الحلقة رقم 20 النهاردة من منازل الروح، ادخل اتفرج عليها على اليوتيوب أو على الفيسبوك. الحلقة دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم على العبودية والتذلل إلى الله. والله يا جماعة الحلقة دي هتحيي إن شاء الله قلبك، لأنه إحنا بنصورها إحنا بكينا غصب عننا، مش أنا لوحدي، أنا وكل الشباب اللي بيصوروا معي، وما قدرناش نحوش نفسنا لما بدأنا نتكلم عن العبودية لله. الدموع كانت منهمرة، تأثرنا وإحنا بنتكلم عن العبودية. يسري ذلك في قلبك. إيه أحلى مدخل أدخل بيه ربنا؟ عبد ذليل. يعني أعمل إيه؟ اتصرف كالعبد. لما تقول الله أكبر عبد، ولما تركع عبد، وتركع وتقول زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كلي خاشع ليك. تسجد عبد أنا بين إيديك. يقول النبي: إنما آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد. بتتصرف في يومك زي العبد. إذا رزقك عبد، وإذا منعك عبد، أنا معاك يا رب، أنا معاك، أنا في منتهى التذلل والخضوع بين يديك. الإمام أحمد بن حنبل شاف رجل بيطوب بالكعبة وبيقول: يا رب، هو معاه امرأته وابنه: يا رب جلبابي بسيط كما ترى، وامرأتي فقيرة كما ترى، وابنتي ضعيفة كما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى. فلما أحمد قام طلع فلوسه بيديها له، قال: ما هذا يا إمام، أنا من أغنياء البصرة، أنا رجل غني، ولكن الله يحب من يدخل عليه في هذه المواطن بهذه الطريقة. ربنا اللي يحب اللي يدخل عليه بالطريقة دي. وإني والله فقير، وامرأتي ضعيفة، وابنتي فقيرة. إحنا غلابة كلنا، روح له إن أنا غلبان. رأيت النبي بيقول: رأيت جبريل يوم أسري بي يوم رحلة الإسراء والمعراج كالحلس البالي من خشية الله. مش إنك تمشي مطاطي، هي حاجة قلبية من جواك، أنا عبد ليك. تستشعر إنك عبد. والله كل ما تستشعر إنك عبد يفتح لك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني دي مش شتيمة، ده في القرآن في سورة الأنفال: لما تعلمتم أن تتذللوا لله نصركم. عايز ربنا يفتح عليك فتح كبير، روح له عبد، اخضع اخضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لي هكذا وظل يخفض يده إلى الأرض رفعته كهكذا وظل يرفع يده إلى السماء. سيدنا موسى لما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير إليك، ضعيف إليك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، اتجوز وربنا شغاله ولجأ ولقى مأوى، وبعد كده بقى نبي. روح له بفقرك، تحقق بصفاتك، يمدك بصفاته. صفاتك ايه؟ عبد فقير ضعيف ماليش غيرك. وصفاته ايه؟ العزيز الحكيم مالك الملك. كل ما رحت له بصفاتك يمدك بصفاته. عايز يفتح لك في العشر الاواخر، روح له فقير، روح له متدلل، روح له انا ماليش غيرك، روح له انا ضعيف. ناجيه قول له كده: انا ماليش غيرك، انا غلبان، ذنوبي كانت كتيره، بس انت الكريم، سامحني، بلغني ليله القدر. كل ما تتذلل اليه كل ما يرفعك ويعزك. عيش المعنى ده في العشر الأواخر، يفتح لك الأبواب بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ويرفع إيديه ويخفض رأسه
ويمد إيديه لقدام، عبد بيطلب من مولاه. عيش هذا المعنى وأنت متذلل لله. ووصيك بقى بالوصية، ادعي باسم الله الأعظم. حديث جميل، اكتبوا الحديث عندكم واحكوا لكل الناس اللي حواليكم، وادعي بيه بدعائك الكبير، الدعوة الكبيرة اللي نفسك فيها، ادعي بهذا الحديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بهذا الحديث، قال: يا رجل، أتدري بما دعوت؟ لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال إيه الرجل دون؟ اكتب معايا واحفظ وادعي بيه: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأن لك الحمد الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام الحي القيوم. وبعدين يطلب اللي هو عايزه. حفظت الدعاء؟ اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأن لك الحمد الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام الحي القيوم. قال له النبي: لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ادعو بهذا الدعاء وعيشوا المعنى دون، الله يفتح علينا ويتقبل منا. أرجوكم شوفوا حلقة النهاردة منازل الروح، والنهاردة الساعة 2 بالليل ندعي مع بعض. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.